تحية عامرة بالمحبة لكل من ينضم إلى متابعتنا في أولى متابعات أمسية الليل من برنامجكم من عمان، الحديث عن قياس الأداء الفردي والإجادة الوطنية في مؤسساتنا الحكومية وأهمية وجود هذا النوع من الأنظمة في المؤسسات الحكومية. تفاصيل برفقة ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا برئيس مجلس الإدارة بالجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية دكتور غالب بن سيف الحسني. مساء الخير دكتور غالب، وسعيدين بك في برنامج من عمان. أسعد الله مساكم بكل خير إن شاء الله. الله يخليك. بداية نود أن نتحدث كمنطلق لهذا الحديث عن مفهوم قياس الأداء بشكل عام. هو حقيقة بشكل عام قياس الأداء هو هدف معين تحبي أنك أنت توصلي إليه في وقت معين محدد، وهناك أدوات معينة تقيسه، مثلا مشروع معين هذا المشروع يتحقق في شهر، يتحقق في سنة، يتحقق في أسبوع، يتم تحديده بوقت معين. وأكيد هناك في أدوات كثيرة تقيسي عليه اللي هي هذا الهدف المعين. نعم، يعني اليوم رؤية عمان 2040 دكتور عززت من وجود هذه الأدوات من خلال مختلف المحاور الثلاثة. نود أن نتحدث عن أهمية وجود نظام قياس في رؤية عمان 2040 على وجه التحديد. حقيقة لو نظرنا إلى رؤية عمان 2040 للاحظنا أنه للرؤية بأكملها مؤشرات أداء، يعني مؤشرات أداء، يعني تحدثنا كمثال عندك مثلا مؤشر أداء من رؤية عمان 2040 الإيرادات الغير النفطية، زيادة الإيرادات الغير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي. يعني في 2017 كان يعني 9.5% اللي هو الإجمالي من الإيرادات غير النفطية. رؤية عمان 2040 في عام 2030 بنوصل إلى 15%، وفي عام 2040 راح نوصل إلى 18%. هذا المؤشر بحد ذاته جميع القطاعات الحكومية والخاصة يعني راح تقوم بدور كبير لزيادة اللي هي الإيرادات الغير النفطية. يعني لو أخذنا مثلا أحد الأمثلة الزراعة مثلا، وزير الزراعة عنده مؤشر أداء اللي هو كيفية زيادة الإيرادات الغير النفطية مثلا السنوية، عنده خطة سنوية عام 2021 هذا الخطة يحقق فيها مثلا 1%. هو 1% طبعا كثير يعني في سنة واحدة، 1% هذا هو واجبه أن يحققه. هذا المؤشر طبعا هو ينتقل من وزير إلى الوكيل، من الوكيل إلى المدراء العموم، من المدراء العموم إلى حد ما توصلي إلى السلم نهاية السلم الوظيفي. معناته جميع الوزارة، لو خذينا مثال وزارة الزراعة، تعمل على هذا الهدف لتحقيقه للوصول إليه إلى 2030 إلى 15%. وهذا ما يؤكد ضرورة وجود التناغم المؤسسي أيضا بين الموظفين أنفسهم، وهذا يقودنا إلى حديث ما يسمى بالمقومات. ما هي مقومات نظام قياس الأداء الجيد؟ طبعا احنا لو نظرنا على مقومات الأداء الجيد للمؤسسات أو القطاع الحكومي مثلا، أخذنا القطاع الحكومي طبعا رضاء العملاء اللي هم المواطنين المستفيدين كمستثمرين او غيره من 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 من, من هذا الاداء. لو نظرنا الى مثلا يعني الشركات، ننظر الى المقومات الاداء الجيده اللي هي مثلا ارباحها، رضا العملاء كذلك، رضا الموظفين وغيرها من المقومات اللي تدل ان فعلا هذه الشركه او هذه الوزاره قائمة بدورها في الأداء. يعني ممتاز. ماذا عن الأداء الفردي داخل المؤسسة؟ على أي أساس يقيم؟ طبعا حاليا في الوقت الحالي منظومة الأداء تغيرت. يعني كان في السابق هو المؤسسة اللي هي تقوم بإنشاء المؤشرات الأداء وإعدادها، وبعدين المدراء اللي هم يقوموا بها، كان هذا في السابق. حاليا
الموظف هو المسؤول، وهو مسؤول عن يعني إعداد المؤشرات الأداء بالنسبة له. عادة مؤشرات الأداء تصير من 3 إلى 5 مؤشرات يقوم الموظف بمناقشتها مع المسؤول المباشر ويتفقوا عليها، من بعدها تكون معاه خطة سنوية ويقوم بدور الموظف في تحقيق هذا. دكتور، هل هذا مفعل في مؤسساتنا الحكومية؟ يعني في مؤسسات القطاع الخاص موجود ونشاهد أيضا، وعندهم حتى مكافآت وحوافز وفق الأداء الذي يقدمه الموظف خلال العام. ماذا عن القياس الأداء الحكومي على وجه التحدي؟ أنا أعتقد أنه غياب أيضا لهذه الأدوات بداخل مؤسساتنا الحكومية في السابق. والله حقيقة يعني ما يخفى عليك، يعني في مثال جيد معانا اللي هو شرطة عمان السلطانية قطاع عام، يعني لا توجد في حوافز، لا يوجد في أي شيء، بس لما يعني تتجهي إليهم في خدمة معينة تحسي الخدمة سريعة وذات جودة عالية. يعني ممكن أعطيك مثال، أحد الأصدقاء كان مسافر الى 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 يعني وفي المطار شافوا الجواز بينتهي بعد 4 أشهر. نعم، يعني على طول اتجه الى شرطة عمان السلطانية الأحوال المدنية، في خلال 15 دقائق انتهى ورجع المطار وسافر. هذا يدلك على ان فعلا في هذه الجهة عندها قياس أداء فعال. نعم، يعني ماذا عن الجهات الأخرى؟ ما هو التحدي اللي واجهنا في وجود نظام قياس أداء للموظفين بداخل المؤسسات الحكومية بشكل عام؟ هو حقيقة الوعي. الوعي ويعني والثقافة الموجودة، يعني ما موجودة حقيقة في القطاع الحكومي. تعزيز هذه الثقافة ومفهوم قياس الأداء وتحمل المسؤولية هذا مهم جدا. يعني لو لاحظنا يعني اليوم وسألنا أحد الموظفين او المدراء من ما هي المؤشرات الموجوده معاك اليوم، ما موجوده. لهذا اول شيء تعزيز ثقافه قياس الاداء. صحيح، وكان هناك امتعاض دكتور من المجتمع في الفتره الاخيره بانه قيل انه الترقيات سترتبط بقياس الاداء وفق مؤشرات اي مؤسسه، وكان رد المجتمع بانه ما هي هذه المؤشرات التي ستتخذها المؤسسه في ترقيه اي فرد بداخل هذه المؤسسه. نتحدث هنا عن دوركم اليوم في الجمعيه العمانيه ايضا لاداره الموارد البشريه في تعزيز هذه الثقافة داخل المؤسسات، كنتم أيضا ذراع توعوي في هذا الجانب. فعلا حقيقة احنا في الجمعية ايش نعمل فيه؟ نعمل ورش عمل في هذا الجانب والتوعية. جميل. ونحاول ان نجيب نماذج معينة ناجحة من القطاع الخاص ونشارك فيها بقية، كان قطاع عام او قطاع خاص، من هذه الشركات. وهذه التجربة يعني تعطي مؤشرات ما مدى نجاح هذه التجربة، ومن خلالها نقوم بحقيقة يعني إعطاء فرصة للشركات الأخرى أن يتعلموا من هذه التجربة. طبعا قياس الأداء مربوط بالترقيات، مربوط بالتدريب والتطوير، تأهيل. هذا عالميا مش شأن محلي. هذا موجود. يعني لو جينا مثلا احنا اخذنا كمثال عمانتل. عمانتل يعني في 2010 يعني احنا بدأنا نظام قياس الأداء حقيقة، يعني ما كانت موجودة معنا مؤشرات أداء في هذاك الوقت. أخذنا تقريبا سنة كاملة للتوعية والتدريب والتأهيل والتدريب للمدراء وللموظفين. عملنا تقريبا 250 ورشة عمل في عام يعني 2010. طبعا في 2012 كنا في 2010 عفوا في 2010 لما نشوف تقسيم الأداء، يعني تلاحظي أنه في الممتاز في الجانب اللي هم اللي يسميهم تقييم الممتاز واصل إلى 80%، ونجيب على جيد جدا ولا جيد كان واصل تقريبا في حدود النسبة بسيطة جدا. لما تنظر إلى المتوسط أو الضعيف ما يوجد أحد. ممتاز. في 2012 وصلنا إلى 5%، اللي هو في الامتياز. في عندنا صار عندنا للأسف الشديد نفس الضعفاء، بس الضعفاء هذيلا أو اللي هم مستوى الدرجات ضعيفة، عملنا لهم برنامج معين. البرنامج هذا مدته 3 أشهر،
يكون المسؤول المباشر والموظف وعنده علاقات الموظفين وفريق الأداء أنه بالاهتمام بهذا الموظف وإعطائه الأهمية الكافية أنه يحقق هذه الأهداف لمدة 3 أشهر. يعني إذا نجح في هذه المهمة خلاص يواصل طريقه بنفسه. يعني عموم وزارة العمل الأسبوع الماضي كان عندهم أيضا ورش عمل متعلقة بهذا الجانب. إلى أي مدى تسعى اليوم الجمعية إلى شراكة أيضا مع المؤسسات في هذا الجانب من خلالكم؟ حقيقة احنا شريك استراتيجي لوزارة العمل وفي المنظومة الحالية اللي هم شغالين عليها ما شاء الله منظومة جيدة يعني وشاملة جميع الجوانب قياس الأداء بالنسبة لوزارة العمل. بس في نقطة مهمة احنا لازم نعرفها انه وزارة العمل هي ليست المعنية في يعني مثلا قياس الأداء. نعم. هي فقط تعطي الأدوات، تعطي التدريب والتطوير. الوحدات الأخرى الحكومية هي المسؤولة، كل وزارة مسؤولة عن موظفينها وأداء الموظفين. نعم. من مشاريع وإجراءات وغيرها. يعني أنا قبل الختام حابة أتعرف على مصطلح إدارة الأداء أيضا. نعم. ماذا نقصد بإدارة الأداء؟ ولو تحكي لنا تجربة عالمية في هذا السياق بشكل سريع. Yeah. هو فعلا إدارة الأداء أنت عندك المدراء وعندك موظفين. يعني الموظف مثلا اللي يؤدي أداء جيد يعني يحصل الحوافد مثلا كان في القطاع الخاص اسمه البونس وغيره وغيره على أساس تحفيزه وتشجيعه للإنتاج ولإعطاء يعني أعمال أكثر دقة. يعني نعم، كل التوفيق لكم أيضا كجمعية في تعزيز مثل هذه الثقافة لدى المجتمع بصورة عامة. نشكرك على وجودك في استوديو من عمان، خاصة في ظل أيضا أوضاع الإغلاق بعد 8. ممتنين لك الدكتور غالب بن سيف الحوسني رئيس مجلس الإدارة بالجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية. شكرا على هذا الحديث. شكرا جزيلا. الله يخليك. نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة ونشاهد تفاصيل جميلة من قلعة الشهباء في هذا التقرير.